اتمنى تشوفوا الفيديو ويعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله جدا ولذيذه. هنغير الفراخ واللحمه، هنعمل باستا الشوفان مع الخضار، ومعانا هنا هاي بروتين اللي هو المشروم، هيدينا بروتين عالي، بروتين نباتي. هنجرب الوصفه مع بعض ونشوف قد ايه هي سهله. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه. اول حاجه معايا هعملها هسلق الباستا، هسلق المكرونه. الاول انا حطيت ميه تغلي، وبعد كده هضيف مكرونه ومش هحط اي زيوت او اي حاجه علشان الصوص يمسك فيها. فاكرين الصوص اللي كنا عاملينه سوا؟ مش صوص، اللي هو التوم مع الجينجر، التوم مع الجنزبيل. طبعا هو اوريدي فيه زيت، يعني انا لما عملته كنت حاطه له زيت زيتون وحاطه له ملح كمان، فانا مش هزود تاني. وهنزل بالسبانخ تعرفين طبعا ان السبانخ بتحب الكزبرة. فانا هضيف شوية كزبرة خفيف عايزه اقول لكم بقى على الريحه بتاعه الجنزبيل بالثوم مع الكزبره دلوقتي. انا قلت لكم ان انا بستخدمها في كل الاكلات، يعني اي اكله محتاجه ثوم انا بحط لها من المعجون ده، معجون الثوم بالجنزبيل بحط منه. اوريدي فيه الملح وفيه الزيت، مش محتاجه لا زيت ملح ولا زيت. وشوفوا حتى الصوص فيها مبين الزيت موجود فيه. مش عايزينها تستوي قوي، انا عايزاها كده برضو لونها اخضر زي ما هي، ما تتهراش قوي معايا، تبان ان هي فريش. هنزل كمان بالطماطم. هضيف بقى التوابل بتاعتي، كمون. انا بحب بصراحة الكمون في الاكل، زعتر، الباستا بتحب الزعتر. شطة لو عايزين سبايسي. وطبعا لا غنى عن الفلفل الاسود. لا غنى لا غنى يعني.
كورن باودر حاجه بسيطه، نزلت بالكريم عليها والملح. شوف شكلها حلو ازاي، حلوة كتير. في ناس بتقول المشروم لا مش بنحب المشروم، ده عامل زي الكاوتش، ده مش عارف ايه. المشروم مفيد جدا جدا جدا، في هاي بروتين وفي نفس الوقت قليل في الدهون، يعني نو فات، فحلو جدا 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 لو متوفر في مكان قريب مننا ونقدر نشتريه، ويبقى تغيير عن الفراخ واللحمة نعمله مرة في الأسبوع، فحلو جدا. ده شكل المكرونة بعد ما سلقتها، ضفتها على الكريمة انا عندي السبايسز دي توابل لكل الاكلات، هضيف منها شوية تدي طعم حلو. هي ميكس كده توابل مع بعض، التوابل بقى هي اللي بتظبط الاكلة. يعني انا حطيت كزبرة، حطيت بابريكا، حطيت توم باودر، حطيت فلفل اسود، حطيت كمون، كل البهارات دي بتدي طعم حلو للاكل. هسيبها بس كده تاخد غلوة مع بعض واطفي عليها. ده شكلها بعد ما قدمتها في الطبق. اللي بيحب الجبنة بارميزان هيضيف كده، تدي طعم حلو جدا لان هي حادقة شوية، بتدي طعم حلو. لو مش عندنا بارميزان ممكن نحط بشر جبنة تركي، برضو الجبنة التركي بتدي طعم، وبالشكل ده بتتقدم في المطاعم. وجبة كاملة متكاملة، خاصة ان احنا استخدمنا باستا شوفان، فحلوة جدا، وصفة سهلة وصحية، وجربوها وهتدعولي ان شاء الله. يامي.